مريم من أسبانيا. مريم من أسبانيا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. أنا بدي أسألك إذا أنا زوجي خاني عندي حق إني أطلق منه ولا لا؟ زوجك ما خانك؟ أيوة. أنا كشفته مع بنت وهو بيتراسل معاها وكشفته وبعدين صار يعطيني حجج، بس أنا حكيت مع البنت وحكيت أنا وياها ولقيته إنه هو عم بيحكي، يعني صار له مدة وخرج هو وياها، يعني إذا صار بيناتهم شيء أو ما صار، المهم إنه خرج هو وياها. مع العلم إحنا متزوجين صار لنا 6 سنين وعندي منه طفل. طفل إيه؟ طيب أنا نصيحتي يا أختي مريم، الله يكرمك، نصيحتي يا أختي مريم أنه إذا تاب وأناب وندم وقطع علاقته مع هذه المجرمة وتأكدت من ذلك فافتحي له الباب، لأن الله يقبل التوبة من عباده، فاقبلي أنت التوبة كما قبلها الله عز وجل، وخاصة عندما ترينه وقد حافظ على صلاته وحافظ على ولده وعلى حق زوجته. هذه نصيحتي لك، الله يبارك فيك.